خبير التحكيم ناصر عباس هيكون موجود معانا، هتكلم معاه في النقطه ديت وازاي نوصل لحل. لان زي ما بقول لحضرتك انا بطرح لحضرتك القضيه وبطرح لحضرتك احنا الاسباب، كل الناس عارفه مين السبب في القضيتين دول، استقاله لجنه الانضباط وكلاتنبرج. لكن مش عايزين نتكلم كتير على الاسباب، عايزين نشوف الحلول كيف نصبح افضل. النهارده ان شاء الله يعني حكمنا الدولي ناصر عباس هنكلمه في هذا الموضوع. الحقيقه كمان يعني من قضايا اللي طرحت خلال الفتره اللي فاتت، لكن خلينا قبل ما نروح للقضيه الثانيه كمان كان في صوره ايجابيه. لو كنا بنتعامل بصوره سلبيه ومن الصوره خارج مصر صوره سلبيه، لكن خلينا نتكلم على مديرنا الفني مارسيل كولر. الحقيقه كمان من خلال التواصل الاجتماعي قدم صوره حلوه، يعني صوره بسيطه جدا جدا الناس ممكن تشوفها بسيطه، لكن هي حقيقه صوره ايجابيه للكره المصريه، صوره ايجابيه للجو العام، صوره ايجابيه للشعب المصري الاصيل. يعني ويمكن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي يعني نزل صوره مع ست مصريه جدعه يعني اثناء خبز العيش. وكولر قال منذ الاف السنين اعتبر المصريون القدماء الخبز مصدر للحياه، حتى في اللهجه المصريه تستخدم كلمه عيش بمعنى يعني عيش بمعنى الحياه. مثل الخبز يتطلب الامر الكثير من الجهد والصبر والشغف لتحقيق اهدافك. المصريون يقولون اكلت معاك عيش وملح، اي نبقى دائما على العهد كاخوه واخوات الى الابد. الحقيقه يمكن الاقدار لعبت دور كبير جدا ان في الفتره اللي فيها سوء يعني التصرفات والمشاكل الكثيره اللي اتنقلت لوسائل الاعلام الخارجيه، بيطلع مارسيل كولر بيقدم صوره محترمه للشعب المصري وود الشعب المصري، وقد ايه ان هو سعيد بتواجده في بلد الامن والامان. ودي زي ما بقول لحضراتكم اللقطات جاءت في توقيت صعب على الكره المصريه، وده يعني الراجل كمان بيقدم لنا صوره جميله جدا جدا لمصرنا الحبيبه ولشعبنا، في صوره كانت بسيطه جدا في شكلها لكن يعني في داخل معناها المعنى الكبير والكثير اللي بينقله مارسيل كولر لي يعني على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن خلال هتلاقي الكلام ده انتشر في سويسرا وفي ألمانيا، وبالتالي ليه يعني الأمانة صورة إيجابية للغاية.